ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم خبز بر بس بنكهة البصل، لذيذ ومتأكدة انه راح يعجبكم. في الخلاط راح اضيف حبة بصلة متوسطة مقطعة وثلاث ملاعق زبادي، واحدة اثنتين ثلاثة، نص كوب معياري زيت، وهنا عندي ملعقة خميرة مع ملعقة صغيرة سكر وتقريبا نص كوب موية دافية، وخليتهم لين تفاعلوا. راح أضيفها الحين، ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودرة، ملعقة صغيرة سكر، ونص ملعقة صغيرة ملح، ونخلط كل المقادير مع بعض. بسم الله. وعندي هنا الدقيق، ثلاثة أكواب دقيق بر ونص كوب دقيق أبيض، اللي حابة تستغني عن الأبيض ممكن تلغيه. راح أضيف الحين كله بالعجانة، ونبدأ نضيف الخليط بالتدريج. إذا حسيتوا أن العجينة شوي قاسية ضيفوا شوي موية، بس نضيف الحين الخليط بالتدريج. وهذه العجينة وخلصت، تكون زي ما تشوفون لينة بس ما تتلصق. بغطيها وبحطها بمكان دافي إلين تخمر، وبعدين نفردها ونخبزها. وهذه عجينتي وخمرت، الحين راح أقسمها وأفردها عشان أخبزها. فردت العجينة وقطعتها بالقطاعة الكبيرة. إذا حبيت أنكم تفردون واحدة واحدة وتخبزونها على راحتكم، بس أنا قلت أسرع لي أقطعها، وأبيها تكون صغيرات ما أبيها كبيرة. والحين بسخن الخبازة قبل لا أستخدمها، لازم تكون الخبازة حارة. بعد ما سخنت الخبازة وجهزت، أبدأ بسم الله أحط فيها الخبز اللي فردناه. شوفوا بدأت تتنفخ خبيزاتي ما شاء الله، وريحة البصل طلعت جنن. أخذت واحدة وقطعتها، يا الله قد إيش هي طرية، شوف شلون طراوتها، وطعم البصل فيها لذيذ لذيذ. لازم تسوونها للعشاء أو للفطور، مرة لذيذة مع جبنة وزيتون ولا مكدوس، ياس. وهذه خبزاتنا مخلصت، شوفوا ما شاء الله شلون متنفخة وريحتها تهبل، ريحة البصل طلعت تهبل. وعاد قلت لكم يبيلها زيتونات وجبنات ومكدوسات، وديها يبيلها عاد ناقصها صح، يبيلها شاي